بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الله يا أخوة، في المساجد بعد التسليم من صلاة الفجر والمغرب نسمع المصلين جميعا في صوت واحد يرددون هذا الذكر: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك له الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. يقولونها 10 مرات. لماذا هذا الذكر؟ ما هو سر هذا الذكر؟ ما هو فضله وقوته؟ اسمعوا يا أخوة إلى الفضل العظيم لهذا الذكر، ولعل الكثير منكم لم يسمع هذه الأحاديث الصحيحة. اسمعوا، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال بعد صلاة الصبح وهو ثاني رجليه قبل أن يتكلم، يعني في محله بعد الصلاة، لم يتحرك ولم يتكلم في أي أمر من أمور الدنيا، من قال بعد صلاة الصبح وهو ثاني رجليه قبل أن يتكلم: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، بيده الخير، وهو على كل شيء قدير، 10 مرات، كتب الله له بكل مرة 10 حسنات، ومحى عنه 10 سيئات، ورفع له 10 درجات، وكن له في يومه ذلك حرزا من كل مكروه، وحرسا من الشيطان الرجيم. الله أكبر، انظروا إلى الفضل العظيم والقوة.